منتج ومخرج ألعاب ومدير عام لواحد من أكبر الشركات المنتجة للألعاب في العالم، ومعروف بشكل كبير كونه المخرج لواحدة من أكبر وأهم سلاسل ألعاب القتال في الصناعة وهي سلسلة تكن. هذا الشخص هو كاتسوهيرو هارادا. هارادا ولد في مدينة أوساكا في سنة 1970، وفي أيام طفولته الألعاب كان ينظر لها بشكل سلبي بسبب اعتقاد الكثير في تلك الفترة الزمنية بأنها غير مجدية لنمو الطفل، وهذا خلى أهل هارادا بمنعه من شراء أجهزة الألعاب. وعشان كذا هارادا كان يتهرب من بيته ويروح لمحلات الأركيد، ومرات أهله يقفطونه وهو يلعب هناك ويتلونه تل من هالمحلات إلى البيت. وبعد كفاح طويل أيام الثانوية ضمن له مقعد في جامعة واسدة وتخصص في علوم النفس. بنفس الوقت كان يطقطق على الجودو والكاراتيه وشوي من التاكواندو. لما تخرج من الجامعة توظف في شركة نامكو، وكانت وظيفته مروج في الشركة. طبعا أهله ما كانوا راضين عليه في قبوله لوظيفة في صناعة الألعاب، لكن مع الوقت تقبلوا الأمر. خلال سنته الأولى مع نامكو هارادا كسر مبيعات الشركة لشهرين وراء بعض، وشركة نامكو سلمته جائزة بسبب نجاحه وزيادة مبيعات أجهزة الأركيد للشركة. من هنا طلب من شركة نامكو بأنه يغير منصبه من مروج للسلع إلى منصب له علاقة في تطوير الألعاب. خلال آخر سنته الأولى نامكو نقلته وخلتها المنتج على أول لعبة تكن. تكن في البداية ما كانت لعبة قتال، بينما كانت مشروع داخلي للشركة حتى يختبرون فيه تحريك شخصيات ثلاثية الأبعاد، وبعدين أضافوا لها تكستشر مابينج، وهذا هي التفاصيل اللي نشوفها مثل الملامح على الشخصيات والتفاصيل على الأسطح. فخلال تطويرهم وتعلمهم على هذه التقنيات المختلفة نامكو وظفت سيتشي وخلتها مخرج لمشروع لعبة قتال اسمها ريف وور. لكن في آخر أيام التطوير تم تحويل الاسم إلى تكن، وكلمة تكن تعني القبضة الحديدية. سيتشي كان معروف بأعمالها الثورية في ذيك الأيام مع سيجا، مثل تقديم أول لعبة قتال ثلاثية الأبعاد فيرتشوا فايتر. لكن الفرق بين فيرتشوا فايتر وتكن هو أن نامكو تبغى تكن تتفوق عليها بحيث بيكون فيها تفاصيل أكثر ودبل عدد الإطارات الموجودة في فيرتشوا فايتر. هذا غير بأن تكن كان فيها أسلوب تحكم مميز وتصميم شخصيات فريدة من نوعه. طبعا الواحد ما يقدر يذكر اسم تكن بدون ما يربط معه جهاز البلاي ستيشن، وهذا كان بسبب تواجد اللعبة على كل منصات البلاي ستيشن من البداية. تكن تم إصداره على البلاي ستيشن 1 بسبب كون البلاي ستيشن 1 وأجهزة الأركيد اللي كانت تشغل تكن في التسعينات اللي اسمها نامكو سيستم 11 كانوا يستعملون نفس قطع العتاد، فهذا ساعد وخلى عملية نقلها على البلاي ستيشن 1 سهلة. مع بداية تكن هارد ساعد الفريق في إنتاجها، وأيضا ساعد في التمثيل الصوتي لبعض الشخصيات مثل مارشال لا وولده فورست وشخصية يوشيميتسو. ومع إصدار الجزء الثالث هارادا صار مخرج لهذه السلسلة حتى آخر جزء صدر لها في 2015 وهو تكن 7. وغير عمله على سلسلة تكن فهو عضو من أعضاء فريق سول بروجكت اللي قدموا لنا سلسلة سول كاليبر. في كم مقابلة وضح هارادا بأن سلسلة تكن ازدهرت بشكل ضخم بفضل كونها ما اعتمدت على الأسس اللي خلت ألعاب القتال مشهورة وشقت طريق خاص فيها، بحيث حتى بعد ما شبه اختفت كثير من ألعاب القتال المشهورة بعد التسعينات، واختفاء سلسلة ستريت فايتر الأساسية لمدة 10 سنين من بين الجزء الثالث حتى الرابع، تكن كانت محتفظة في مكانها وحافظت على توسعها المستمر اللي خلاها توصل لشريحة مختلفة من اللاعبين، وهذا بدون تغيير نظامهم في إطلاق الجزء الجديد أولا على أجهزة الأركيد بعدين على أجهزة الألعاب المنزلية. ومع هذا التوسع سلسلة تكن باعت أكثر من 49 مليون نسخة، أكثر من 5 مليون منها من نصيب الجزء الأخير للسلسلة تكن 7. وأضاف هارادا بأن هذا النجاح هو بسبب استيعابهم بأن جمهور ألعاب تكن مختلف، فيه منهم اللاعب الهاردكوري اللي يعشق الطابع التنافسي للعبة، وطبعا تواجد جمهور عاشق للعب فقط للمتعة وتجربة القصة، بحيث أنه مو بكل لاعب تكن يبون يصيرون أفضل لاعبين، بل ودهم بس يهزمون أصدقائهم أو شخص معين يعرفونه. هارادا قال حتى بعد تحقيق تكن مبيعات عالية فهي حتى الآن تقاتل حتى تتعدى الظل اللي صنعته لعبة ستريت فايتر، اللعبة اللي تعتبر صناعة أسلوب ألعاب القتال. وبنفس الوقت فهم أيضا يقاتلون شبح سلسلة فيرتشوا فايتر اللي كثير من اللاعبين يعتبرونها أحد أساطير ألعاب القتال. ووضح هارادا بأن سلسلة تكن راح تظل دائما السلسلة المنافسة لباقي ألعاب القتال المعروفة. تخصص لدراسة علم النفس لعب دور كبير، بحيث هارادا دائما يحرص على سماع آراء اللاعبين، لأنه دائما يروح محلات الأركيد ويتابع اللاعبين وهم يلعبون تكن، ويحب يسافر ويقابل مجتمع لعبة تكن في كل دولة. وقد زار السعودية مرتين خلال معرض جيمرز داي، وفي أحدهم حضر بطولة للعبة تكن 7. حتى في تصميم الشخصيات كان يسمع الآراء. كمثال الشخصية السعودية شاهين قبل ما يسممونها بشكل نهائي،
هاردا راح لتويتر وطلب الآراء لتصميم الشخصية وشارك بالصور الأولية لتصميم شخصية شاهين. غير هذه الأمور فهو فعال بشكل كبير مع مجتمع اللعبة بشكل عام، بحيث شارك في بطولات إيفو للعبة تيكن، ودائما نحصله يمزح مع منافسه يوشينوري أونو منتج لعبة ستريت فايتر. طبعا إصرار هاردا المستمر ورفعه لسلسلة تيكن لكونها واحدة من أهم وأفضل ألعاب القتال ما ضاع على الفاضي. فهو في 2019 ترقى وصار رئيس قسم الرياضة الإلكترونية لألعاب القتال في شركة بانداي نامكو، وبنفس السنة ترقى إلى كونه المدير العام للشركة كاملا. نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، وإذا عندكم مطور ثاني حابين تتعرفون عليه أكثر اكتبوا اسمه بالتعليقات. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.